وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله ان هاد لا فيديو تلقاكم في صحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام. سورتو الا كنتي اول مره كتشوفي القناه فمرحبا بك. حاولي انك تابوني، خلي لي لايك تاعكم لي لا فيديو، الا ما عجبتكش ما تخليش لي لايك. الوغ كيف ما شفتوا من لا مينياتور، فغادي نبارطاجي معكم ان شاء الله واحد البوكس اللي جمعت فيه بزاف ديال لي برودوي بصراحه اللي ما كيخطاونيش طيله فصل الصيف. دي برودوي بصراحه كيف ما شفتوا من لا مينياتور من بجوج دراهم لايفيكاس، وانتم طالعين حاولت انني وجدت لكم اولا نجيب لكم دي برودوي لي فريمون رخاص 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 الثمن بالنسبه للبنيتات اللي مازال يلاه تيقراو، بالنسبه للسيدات اللي ما خداماتش، وحتى بالنسبه للناس اللي خدامين. فانا بصراحه واخا زعما خدامه كنقول ماشي مشكل، بلطو ماشي مشكل، ما نكرهش يكونوا دي برودوي ناقصين في الاثمنه بزاف واللي في كاسيتي تكون مزيانه بحال اي واحد بيان سور. الوغ باش ما تجيش لا فيديو طويله، فغادي نبدا نبارطاجي معكم اول برودوي ديالي. بصراحه هو هذا، نقدر نقول لكم ماشي مون كود كور، ولكن بصراحه هذا ما نقدرش نبقى نستغنى عليه نهائيا. علاش؟ لان هذا لو برودوي هذا لقى لي واحد الحل ديال التدام ديال الشعر، ديال الشعر الدهني كيتدم ليا دغيا. دونك هذا فانا خديته من عند لا مارك ايف روشي، الثمن ديالو بصراحه ما عقلتش عليه شحال خديته. وديجا بالنسبه للاثمنه راه مرات تيكونوا طالعين مرات تيكونوا هابطين. دونك كيف ما قلت لكم الاثمنه ما نقدرش نقول لكم عليها، ولكن هذا لو برودوي هذا البنات تيقوا بيا 100% لقى لي المشكل ديال انا شعري ما يبقاش دهني. تقريبا دابا باش خديته جايه شي شهرين تقريبا، يمكن من مور ما فوالا مور جوست ابري رمضان كنت خديته، الحمد لله عطاني نتيجه، ما بقاش زعما شعري كيتبدم ليا سورتو في الصيف كنعرقو بزاف، اون فوا كنعرق شعري كيولي بان دهني. دونك هذا اول حاجه. ثاني حاجه بغيت نبارطاجي معكم اللي خاص تكون ضروريه عند كل بنت، وهي ليكرون سولير اولا واقي الشمس. بالنسبه للواقي الشمسي كاين اللي كتبغيه هكذا مثلا تان تي في لو فون دو تان، وكاين اللي كتبغيه انفيزيبل. فانتوما كيمكن لكم تختاروا اي فون دو تان بغيتو باي ثمن بغيتو. بالنسبه لي فون دو تان راه كاينين ان بو بارتو، عند لي بارفيمري، الناس اللي كيبيعوا زعما الماكياج، عند لي فارماسي، عند لي بارافارماسي، اي بلاصه، غير هي حاولي انك تشوفي لا دات وحاولي انك تشوفي الماركه اللي كتوالمك. راه ماشي انا وريتك مثلا نيوديرم صافي خاصك ضروري تاخدي نيوديرم، لا خذي اختي شوفي انت لو برودوي اللي خاصك، غير هي خاص ضروري يكون عندنا واقي الشمسي. واقي الشمسي راه تقريبا راه كنديرو على طول العام، راه ماشي زعما غير في الصيف، لان تيحمي لنا البشره ديالنا من هكذا لي غيون سولير، من اشعه الشمس. حاجه اخرى اللي ضروري اي بنت خاص تكون عندها، كنتي خدامه حتى ولا ما خدامهش ضروري يكون عندك ان ديودورون. هذا راه الثمن ديالو رخيص بزاف، 13 درهم كيتباع عند بين لا مارك شي لا، راه كاين فيه البياض، كاين فيه الغوز، وكاين فيه الموف. شوفي انت واش كتفضلي، انا بصراحه كنقبلهم بثلاثه بيهم، الاهم عندي انها ما تكونش شي ريحه خايبه، دي اهم حاجه. وكيف ما قلت لكم الثمن راه غير 13 درهم، ثمن جد مناسب، وسورتو كتبقى ريحه زوينه. يا اما تكون عندك هكا ديودوران هكذا اللي بشبش، يا اما يكون عندك ديودوران ابي اللي فيه البيه على هذا الشكل هذا. دونك شوفوا نتوما شنو كتفضلوا. كيف ما قلت لكم ضروري خاص يكون عندكم ان ديودوران. الا كنتي كتخافي من ان ديودوران هكذا ابي لانه يدير لك ولسيسه اولا، ولا كنتي كتخافي هكذا من ديودوران حتى هو كيدير لك ولسيسه، فحاولي انك ديري بحال هذا. هذا ما راني كنصوبو غير في الدار، الثمن ديالو غير جوج دراهم، فريمون لا غلا على مسكين. اشنو كندير في هذا؟ هذا كناخذ الجبه من عند البقال ولا من عند العطار، كنطحنها فريمون كنطحنها مزيان في المولينكس ديال بلاصه العطريه. الا كان عندك مهرات من الاحسن باش ما تريسكيش بها. الا كان عندك المهرات حاولي انك تدقيها مزيان 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 المره الاولى والثانيه والثالثه، وغربليها. انا كنغربلها في الصفايه ديال الماكله، كنغربل فيها كنغربلها المره الاولى والثانيه والثالثه، وكنعاود نطحنها حتى كتولي ليا بحال لافارين بحال الفورس فريمون، كتولي رطبه رطبه رطبه. وكنزيد عليها اي كريم كانت عندي كيما كانت، تقدري تزيدي عليها فازلين وتزيدي عليها شي قطيره ديال بارفان عندك ولا هذا، اولا تزيدي عليها غير كريم تكون فيها ريحه زوينه. انا بصراحه دابا مع شحال ما استعملتها غير حليتها عطاتني فيها الريحه ديال، درت فيها غير لاكريم ديال نيفيا، لاكريم ديال نيفيا بصراحه ما عرفتش ما عقلتش على الثمن ديالها اللي كانت اول مره كناخذها، غير داك البوست صغير هكذا
صغيور درت شويه وخلطتها معها غير باش تولي كريميه صافي. ومره مره مني كنبغي مثلا مور ما كندوش ولا مور ما كنكون كنبغي نقي راسي كندهنها بحال هكذا الصراحه وكتبقى ليا ريحه زوينه. كيف ما قلت لكم الا ما كانش عندكم ان بيجي باش تاخذوا هذه غير هذه الصراحه راه كافيه كافيه وكتخلي الريحه زوينه وامام طوم كتخرج العرق. الوغ الصيف ديجا بالنسبه للبنات شحال من مره كانوا كيسولوني على لو فون دو تان. بالنسبه لهذا لو فون دو تان هذا كيف ما قلت لكم ثاني مره كيوصلني في لي كومونتير اش من فون دو تان كنستعملي. فانا كنستعمل زيرو ديفو هذا كيف ما كتشوفوا زيرو ديفو ديال ايف روشي. الثمن ديالو توا الصراحه ما تنقاش على الاثمنه نهائيا غير بالنسبه لا ريفيرونس هي 0100 او لا 0100 غنحاول انني نكتبها لكم هنايا 0100 في المونتاج الا تفكرت نكتبها لكم. كيف ما قلت لكم راه كاين عند ايف روشي دونك هذا هو لو فون دو تان غير حطيته مع هاد لي برودوي هادو. بما اننا في الوجه بما انني كيف ما قلت لكم في الصيف كنعرق البنات بزاف فريمون كيوليو انتم كيف ما كتشوفوا راه وجهي دابا راه عرقان من هنا عرقانه من لابارتي هادي كنعرق بزاف. الو قبل ما ندير لو فون دو تان ديالي كندير لا كريم ايدغاتونت. الوغ هادو راهو ماشي بحال بحال انا غير كانت هرست ليا الغلاقه ديال هادي الغلاقه ديالها راه خضراء كانت هرست ليا وانا ندير هادي غير باش يبان لكم الفرق. ها انتما كيف ما كتشوفوا هنا ما عرفتش فوالا دابا مكتوب دابا باينه الكتابه دونك هادي سيبو فيجيتال وهادي ايدغا فيجيتال. دونك هادي راني كنديرها في البرد ديال ايدغاتاسيون كترطب ليا وجهي وهادي كنديرها في الصيف سورتو قبل ما نبدا لو ميك اب. دونك هادي كيف ما قلت لك مغلقه ديالها راه خضراء ماشي 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 شيبيه. دونك هادي قبل ما كنبدا لو ميك اب ديالي كنديرها كتسد ليا المسام كاع هاد لا بارتي سورتو انا كنعرق من لا زونتي من هنايا فوق لو موستاش من هاد البلاصه هادي ومن هنا ومن هاد لا بارتي هادي السنطحه ديالي كلها كتولي تبارك الله كتبري بالعرق. سكيفي قبل ما ندير لو فون دو تان فانا كندير لا كريم ايدغاتونت ديال لا مارك ايف روشي. تانتوما يمكن لكم ديروا اي كريم ايدغاتونت عندكم اي ماركه كيف ما كانت غير هي تحاولوا انكم توجدوا لا بول ديالكم قبل ما تبداو لو ميك اب. بما اننا باقين في الوجه فانا كنستعمل بصراحه هادي حتى هي وليت كنستعملها سورتو في الصيف بما اننا كنخرجوا كنتهضوا الشميل وجهنا كيتحرق شويه بالشمس باش نقول لك ترجعي النظاره. فانا كندير هادي ديال ايف روشي حتى هي هادي كنعطاو عليها بصراحه غراس ما شريتهاش ما عرفاش بصراحه الثمن ديالها. هادي فاش درتها بصراحه اول حاجه كنحس على ان وجهي كينتعش دونك ما كتبقاش ديك السهوديه وثاني حاجه كتفتح الوجه. ما كانش عندكم هذا فهادي ديجا راها مصوبه بلا كاموميل هي كيف مكتوبه هنايا لا كاموميل هي هي البابونج. دونك بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش لو بيدجي انهم ياخذوا هذه حاولي انك تاخذي غير دريهم ديال البابونج طيبيها دونك طيبيها مع الماء طبخيها في الماء حتى تحسي بها راه طلقات مزيان خليها تبرد وصفيها وديريها في سبراي بحال هذا. بالنسبه لهاد لي سبراي انا بصراحه ما كنشريهمش غير لا سيري جو برودوي راني كنستعملو سينا عفوا خدي سبراي راه كيتباع ب 3 دراهم 2 دراهم 5 دراهم كاع الا غلا. دري في هذاك الليكيد ديال داك البابونج اللي درتي وبقاي مره ترشيها هكذا على وجهك بصراحه هذاك يرجع لك لا شي حاجه اخرى دائما عندها علاقه بالوجه. فانا كنستعمل ماسكارا ووتر بروف ماسكارا هي مكتوبه فيها هنايا ووتر بروف ماسكارا ديال الماء كيف ما تيقولوا اولا الماسكارا اللي ما تديعش لاننا في الصيف فاش كنديروا لو ماسكارا سورتو الا ما كانتش ووتر بروف كيولي هكذا عجب هكذا البلاصه هادي مجلطه مخلطه هاد البلاصه حتى هي هادي. دونك من الاحسن تستعملي ماسكارا ووتر بروف. غيبان لكم بصراحه كنزرب ما بغيتش بصراحه باش تجي لا فيديو طويله بزاف وضروري يكون عندنا غسول الوجه اولا لو جيل نيتويان اولا منظف الوجه لا مارك اللي كنستعملو ولا مارك اللي كنفضلو لاننا بيان سو كيف ما قلت لكم كنعرقو كل مره كنبغيو نغسلو غير هي ما نفوتوش فيه 3 فوا باغ جوغ نغسلو الصباح ملي نفيقو ووسط النهار وفي الليل ملي نبغيو نعسو. بما اننا فقيتها ديال الصهد كيف ما قلت لكم تنعرقو فريمون تنعرقو بزاف. انا كنفضل ندير هاد لو سبراي هذا بصراحه ديال لا مارك مونوغوستو يمكن حيت مسحات هادو بصراحه كنشريهم دائما كنقدر نشري 3 4 خطرة وحده كيجوني اقتصاديين سورتو كنشريهم عند جماله في درب السلطان الناس اللي كيبيعوا الجمله كناخذ 3 دابا لقيتو عندي الاخرين سالو بقى لي غير هذا. هذا الصراحه كندير ليه هكذا على لو كوغ ديالي كامل. هذا بالنسبه لا مارك ديالو راه فيه لو جيل دوش وفيه لو سبراي فيه
بصراحه فيه بزاف ديال لي برودوي ان شاء الله تري تري بروشينمون غنعاود نمشي نشريهم. فاش غنشريو غنبارطاجيهم معكم. هذا الثمن ديالو يمكن داير شي 15 درهم ولا 20 درهم. هذا كيف ما قلت لكم راه هكذا فاش كتحسي بالصهد مثلا، ملي كتبغي تنعسي تبغي تبقاي فيك الريحه زوينه ميم طون برده، حاولي انك تاخدي ان سبراي بحال هذا، رشي على لو كور ديالك، عنقك هكذا، وجهك، يديك، صدرك، رشك، وكتبردي كيف ما قلت لكم، بريده و ميم طون ريحه زوينه. هذا الصراحه اللي اول مره كنشريه، وبصراحه عجبني عجبني سورتو منين دوشت. زعما هاد المده كامله فاش كندوش فاش كندير وكيبقى ليا الريحه ديالو. دونك كيف ما قلت لكم، هذا الموضوع هاد لا فيديو هادي الموضوع ديالنا هو اننا نخليو فينا ريحه زوينه مور بيان سور لاطوش بيسكو كندوشو بزاف. فحاولوا انكم تاخذوا هذا دابا راه بروموسيون في مرجان دايرين جوج ب 40 درهم. ولكن مني شفت حدايا ماشي كارفور، فاش شفت حدايا مارجان ماركت، دونك مارجان صغير، لقيت جوج غير ب 38 درهم. دونك الا كانت حداكم مارجان ماركت، دونك مارجان اللي كانت قبل اسيما رجعوا دابا مارجان ماركت، خذوا هذا غير ب 38، جوج ب 38 درهم. حتى هو في الصراحه زوين، او بيان سور ضروري. هادي انا في الصراحه ما كنصحكمش في المناطق الحساسه هنا والمناطق الاخرين، هادي ما نصحكمش بها لان غير ما تتزرق، غير هي ضروري من اي فيما يبان لكم داكشي بدا تينوض صافي نحيدو، نحاولوا اننا نحيدوه باش كيف ما قلت لكم الصاد تنعرقو كتولي الرائحه، وسورتو ملي كتكون منطقه الحساسه فيها الريحه فيها هكذا الشعيرات بزاف، هي اللي كتساعد على هذيك الرائحه تولي خايبه. دونك من الاحسن دائما تكون لي بيلاسون كوا كو سوا، كنتي كديري لا كريم دي بيلاسون، كنتي كديري هكذا الغازوار، كنتي كديري لا سير، اي حاجه من الاحسن زعما في الصيف حاولوا انكم تكثروا من داكشي باش كيف ما قلت لكم الشعر ما ينوضش لكم. واخر حاجه بغيت نبارطاجيها معكم وهما هاد لي بارفان. انا من زعما نصيحه ديالي للبنات في الصيف ما ديروش لي بارفان ديال العود، ما ديروش لي بارفان القاصحين، لي بارفان القاصحين ديال البرد ولي بارفان الباردين ديال الصيف. بحال مثلا هادي هاد كانديسانس راه معروفه، كاينه في اوهي فلان، وهذه راني شريتها مؤخرا بارطاجيتها معكم. في الصراحه راه غزاله البنات، غزاله والله الا كل مره كندير لكم فيديو بها ما كنكرهش نرشها وتسموها معايا. في الصراحه غزاله، والثمن ديالها كان غير 109 درهم ديال لا مارك مينيسو. فوالا كانوا هادو هما لي برودوي ديالي، هادو هما اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم. الا عجبتكم سورتو لا فيديو حاولوا انكم تقولوها لي، خلوها لي في كومونتير باش ندير لكم لا بارتي الثانيه او لا بارتو. سينو الى وصلتي حتى لهنا وكنتي مازال ما درتيش واحد لايك، حاولي انك ديريها ما تنسيهاش، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. خليت لكم راحه، السلام عليكم، باي باي.